منذ مدة، فاتت شهرين، فاتت شهور، كلمني أمير ديزاد إشكالي، قال لي هاو واش راه صاير؟ قول لكم واش اللي صاير. أمير ديزاد كان حراك، عارفين الناس كاملة على بالها بيه، وكان قدم طلب اللجوء تاعو في فرنسا، بقى يستنى طلب اللجوء. طبعا هو بما انه دخل على المانيا كان صعيب باش يمدوله في فرنسا، يلزم تعطي على المان، المان ديجا كان رفضوله، ويعني الدعوه امور مشعبه، والسيد كانت امور واضحه بانه راح يتعرض يعني للخطر لو يدخل الجزائر. يعني هذه كانت عنده قناعه الفرنسيين، واللي زاد ساعد امير ديزاد باش خدع اللجوء السياسي هو الامر بالايقاف الدولي، اللي مذكر التوقيف الدولي اللي بعث العصابه لفرنسا باش يرحلوا. دونك انا بانت باللي راهو السيد مطارد صح ما يحاولش عليه، والملف اللي قدمته العصابه النظام الجزائري فارغ، ما في حتى شيء، وبالتالي كانوا حابين احنا الفرنسيين اسرعوا في دراسه ملف امير ديزاد واعطاو له اللجوء السياسي. لما ما كانش عنده لجوء سياسي ما عندوش، ما يقدرش يفتح حساب بنكي، ما يقدرش يفتح حساب بنكي. كانت علاقاته مع العربي زيتوت سمنا على عسل ما شاء الله. لما يجي زيتوت لباريس يستقبلوا أمير ديزاد، يتلاقاو صحاب كذا، تري بيان ما شاء الله. أمير ديزاد باش يمونيتيزي القناة تاعو يدخل بها دراهم، يلزم له واحد تاع الثقة اللي يخليه يسمي القناة عليه، يديره هو أدمين برينسيبال، والاساس الدراهم يدخلوا للحساب البنكي تاعو. دونك هو بالنسبه لي ما كانش واحد ثقه كما العربي زيتوت. العربي زيتوت بما ان عنده لي زافير بزاف في بريطانيا، هذا هو الربط دو بولونجري باتيسري في لندن. العربي زيتوت ماهوش زوالي، عنده بولونجري باتيسري، وهذه درك نتكلموا عليها فيما بعد لما نشرح المسار تاع العربي زيتوت. كي هدر له زيتون دخل خوه، قالو خويا راهو ما يخدمش وما كدا ومنا يعاونك يخدم معاك، سمعت ودخل السوق. ايا اوكي، دونك خلى عليه الحساب البنكي وسمى عليه القناة، دار هو ادمين برينسيبال، ولادسنس دراهم يدخل الحساب البنكي تاعو. المقابل انه خو زيتون ياخد 20% من مداخيل أمير ديزاد، ياخذ 20%، ما شاء الله ما شاء الله، يعني مدخول لا بأس به، يلا يبارك يدخل. هاي الأمور هكذا ماشية. النهار اللي أمير حصل على اللجوء وقدر يفتح بنك، حساب بنكي في فرنسا، قال له يا ولدي باش ما تبقاش ادمين برينسيبال، تخرج من القناة والدراهم باش نديرهم على الحساب البنكي ديالي. هنا طفوا عليه الضوء. الخلاف ماهوش ما بين امير ديزاد وخو زيتوت، لا، ما بين أمير ديزاد وزيتوت، لأن أمير ديزاد ما يعرفش خو زيتوت، خو زيتوت ولا واحد يعرفه، ولا واحد يعرفه. دونك السيد ماذا بيه يسترجع، لا، أبقى يمشيو فيه،
وبعد النت بلوكات، القناة ما عادش يبث فيها أمير دزات، حبس. في صرح من أنه قناة أمير دزات تتوقف عن البث، مي صرح من صرح النظام طبعا. يعني الشيء اللي يتم من طرف العربي زيتوت ماشي خوه، خوه ما كان والو على بالي مليح، ودوك نعطيكم الأدلة باللي ماشي خوه، نعطيكم الأدلة. العربي زيتوت هو اللي ما بغاش، لأنه من المفروض يكفي يقول خوه، يقولوا أيا ما توصلنيش على زوج ضروب، أيا رد الراجل القناة وين تعرف الراجل؟ هذا ديرك أنا كان خويا ولا ولدي يدير حاجة، أحبس توصلك على زوج ضروب. شكونك انت؟ انا الحلو بالسيف وانا نشكي به لقد الامر. هذا يعني كون راجل صديد ينعلبو الصوارد، نعلبو الدراهم اللي توصل بنادم، دراهم يقول لك وصل دار الدنيا، وصل دار الدنيا هي الدراهم، دوك ما تخليش الدراهم يوسخوك. هاي ليك هايل، دوك بقى يدير. انا كلمني امير، قلت له يا امير حاول تحل المشكل بالعقل، يعني بالتي هي احسن، شوف مع رشيد مسلي، شوف مع كتاب منا. قال لي يعني شفت رشيد، ورشيد تكلم معاه، تعيط انا رشيد مسلي. رشيد قال لي راني هدرت معاه، قال لي جو سوي بروفونديمون ديسو، يعني ما كانش هو اللي ما استاءش للشيء اللي قام به الزيتون. لانه زيد شو يقول راشد المسلي؟ قل له انا خاطيني شوف مع خويا. ما خوك تمسخر انت؟ ونخبر بلي القضيه ماهيش تاع خوك. انه القضيه هو فيها. دونك شوف اليوم لما حط فيديو تاع عبد الوهاب بقزوحة في القناه تاع امير دزاد ويهدد فيه، يقول له كان تنحي هذا الفيديو هذه نحيك ما تبقاش أدمين تاع القناة، يعني يغلق له القناة. أي خدمة النظام تاع العصابة، ها هي خدمة العصابة هاي دي، نغلق نحيك ما تبقاش أدمين، يعني تروح لك القناة. أتمنى ما نوصلوا لهذه. دونك كما قلت كلمت مرتين مع أمير، يا ولدي بالعقل ماشي مليح، والصورة اللي راح نمدوها بين ظفرين معارضة. درك أنا نقول لك باللي الزيتوت ماهوش معارض، ودرك نعطيك الدليل، نعطيك الدليل كل شيء بالقرائن والأدلة، ما كان حتى خرطي. زيتوت تاع دراهم، تاع دراهم، وزيتوت يحوس يضرب الناس كامل، يبقى غير هو له على أنور مالك، يتهم فيه اتهامات خطيرة. وشنو؟ لأنه السيد في بريطانيا، في بريطانيا باش تشكي بيه يلزم لك دراهم، دونك يحمي في روحه هكذا. زاد نعرف كيفاش غر محمد عبد الله وبالآخر بن حليمة، نعرفوا كيفاش غر وسيلفون. عاودوا نرجعوا لي ديتاي، نعاودوا نرجعوا لي ديتاي. فالحال يعني حتى في المحاولة اللي قاموا بها المخابرات الجزائرية لتصفية خمس شخصيات، وبدأوا بيانا سيدي طوط يجي يتكلم يقول لا ما كانش منها هشام برك اللي راه معرض لي حابين يقتلوه، الاخرين ما كانش منها، انور مالك ما كانش منها، وهذا ما كانش، وهذا ما كانش، ما كانش منها. باش انت يا اخي الفيديو تدافع عن المخابرات انت، ولا كلفوك باش تدافع عليهم؟ اني نكذب اسيدي انا برك لاني معرض، وانا قلت راه معرض خمسه، وانت علاش؟ وش فراك؟ وش فراك؟ زي دفع عليهم انت تقول لا ما كاش منها، وهشام عنده ام بعد اكثر من هكا، انه محاوله اختطافي واغتيالي من طرف المخابرات
هي قد يبيني باللطف نزار. شوف كي شردام زالوا التسجيلات تاعهم محطوطين. انا نقول اروح السي العربي زيطوط نعطيك الملف راهو عندي 7200 صفحه في الملف. الى صبت اسم لطفي نزار تذكر مره. اذا صبت اسم لطفي نزار تذكر مره انا نحبس كلش. حاب يردها مشكل شخصي بيني وبين لطفي نزار كما عندي حتى على لطفي نزار. روح تشوف تحداني قدام رجال قول لي انشر نشره لك ونوري لك سمعت نبين لك ما تسيبش مره واحده تذكر اسم لطفي نزار اللي ذكره جبار مهنا حسين بولحيا رقم تليفون تاع حسين بولحيا لي ميساج اللي تبادلوا حسين بولحيا مع هذاك كارلوس جاهيد سمعت الاسماء اللي خرجت حب يرد حب يبرئ المخابرات في عملية اغتيال هذا المعارض هكذا تعارض النظام تبرئ المخابرات لا هذه مرة ما تسمع ما شفتوش عليها نرجع لقضية أمير ديزاد وعلاش زيتوت من خلال خوه اللي نكرة ماهوش معروف ودخل خدام حزام عند أمير ديزاد وعلاش ما حبش يردوا القناة ديالو يتكلم بالإسلام ويتكلم بكدا ومنا ايه والله مليح سي تري بيان واش يقول الدين الاسلامي يقول لك اذا عطاكم الناس امانه ردوا لهم امانتهم في الوقت اللازم وعلاش ما تردش الامانه وعلاش على جال دراهم وصح دار الدنيا انا الى حد الان ما حبيتش نتكلم في الموضوع ونخرج في الموضوع ونفضح ونكشف الوجه الحقيقي تاع زيتون وعلاش ماشي ندرق عليه ما عندي حتى علاقه به ما عندي حتى حساب معاه نهار اللي تلاح الانوار مالك دخلت وسكت وما قدرش يرد لي ما عندوش باش يرد عليا انا ما عندوش باش يرد كان عنده جرام راهو ايوا راهو بدا بي انا وهاني نعطي له الفرصه دي باش ما عنده يجبد كاش ما عندك اجبد وابقى احتامي في بريطانيا لانك انت راك بريطاني انا ماني لا فرنسي ولا بريطاني جزائري 100% انا ما عنديش وطن مثل ثاني سمعت جي با ان بي دو ريشانج ما عنديش ان بي دو ريشانج عندي ان سول بي سي لالجيري واللي ندافع عليها الداخل وبرا ونقول له يا زيتوت اعطي لي حرف كتبته او كلمه قلتها لما كنت في الجزائر انا نجبد لك بالالوفات انا نجبد لك بالالوفات ونجبد لك بالاحكام اللي تم ضدي وانا في الجزائر ما كاش مقارنه لا مجال للمقارنه ورغم هذا ما حبيتش نتكلم و ديما وين ما يعيط لي امير قول يا امير خويا روح بالعقل وامير كان عاقل نقرا له الشيء اللي يكتبوا في الفيسبوك على الموضوع نقول له يعطيك الصحه هكذا نبغيك وليد فاميلا وليد فاميلا تاع الصح وبقى ساكت ونقول له ما تقلقش روح بالعقل يعني الراجل حابس موقفه مديله دراهمه عنده محامين يسالوه دراهم دراهم ورايحين للمحامين والمحامين فرنسا غاليين عنده محامين دارهم الموضوع طالب اللجوء محامين دارهم لما كانوا طالبين ترحيله لازم يخلصهم لازم يخلصهم ما عندوش من يخلص ما عندوش الحق اللي يقول لك كاين لاد جوريديكسيونيل لانه في فرنسا كيكون ما عندكش دراهم عندك
مساعدة تاع الدولة، يديروا لك محامي ورخصوا تخلصوا الدولة، يعطوا له 400 يورو شي 400 يورو، ولوركو آخر محامي يطلب منك 7000 يورو. ما عندوش والحق لا جوريديكسيون باسكو حراق، حراق ما عندوش الحق، ما لقى الحراق يديروا محامين غدوة. إيه هذا أولي السيد دونك اسمو يسدد دينو ما قدرش، وبقى حامل وصابر وساكت، حامل صابر وساكت. ما سمعتوه تهجم على سيطوت كاش مكتب حاجة تهجم، أعطوني نقول أعطوني نشوف. لما وصل الأمر اليوم عيط لي قال لي شوف أنا ما نتبعش لها، اللي شوف مش دار لي راو جاب هو عمبالو جديدة، راو جاب بقزوحة يهدر عليا يخرج فيها في الدعايات وكذا ومنها، وانا ما درت والو لعبد الوهاب بقزوحة نحترمو وكذا ومنها وحاسبو كبابة ما عنديش عليه حاجة. قلت له وريني قال لي شوف في القناة تاع أمير ديزاد سيخونا ينزل فيديو وين بقزوحة يقول كلام غير معقول على أمير ديزاد. أنا بنا عارفه وبيني وبينه أكثر من صداقة ومحبة وأخوية، عيط له تشفيت وش الحكاية هذه؟ اللي هذا تسجيل قديم عنده أكثر من عام، هاوي صار سيد مبيتها أكثر من عام. قال لي عنده أكثر من عام وقال لي راني نهار يجي نجوزو نطلب منك الإذن. قال لي عنده نهارين عيط لي العربي زيتوت، ما عيطوش هو العربي زيتوت هو اللي سجل معاه وهو اللي عيط له. هناك يقول لك الدليل بين المشكل ماهوش بين هو العربي زيتوت اللي هو نكيرة وأمير ما بين عربي زيتوت وأمير ديزاد، وما زلوا عنده أبو قزوحة وعنده أبو قزوحة ما قدرش نشك في كلامه، لأنه أولا اللي معروف عليه وشهادة لله الراجل ما عنده ما يشيدك ما عنده ما يديرك، لو أنه ما واحد كتشوفه راجل يجب تشهد له. وقزوحة من ناحية الوفاء ما كانش كيف، ويعطي رقبته بلا رقبتك يمشي معك رجلة فيني. بقزوحة والدايسي بروحه في عين مقل، والمجال فرنسا صاب روحه في الحبس وصاب روحه قدا ومنه، وراجل حياته كامل واكل مضحي مع عائلته. نعرف مليح العائلة تاع يعني مرته وولاده بناته نعرفهم كامل، ضحى بهم ضحى بهم. نعم بعد يجي سيزيطوت يزج به في خلاف بينه وبين أمير ديزاد، هو اللي بادر بالخلاف ويدفع بقزوحة باش يقول كلام اللي ما كاش منها أنه أمير ديزاد خلفو كات وصاب ولد ربراب نحالو ساعة وخرج. هذا يعني ولد ربراب يعني هكذا يديه يديه بالحنة ما يعرفش يدافع على روحه في داخل فوكات فكاس تعرف شكون يدخلوا ويلا ما يجي نحيلو ساعة من يدو يجي خارج. الكلام اللي كان حاب يقوله زيتوت ما عندوش شجاعة يقوله، حطه في فم عبد الوهاب بقزوحة، وهنا اللي دخل، هنا هذا اللي خلاني ندخل. وعلاش زيتوت في 92 وين كان زيتوت في 92 بالوقت اللي كانوا يعذبوا فيه عبد الوهاب بقزوحة في الحرس الجمهوري قبل ما يبعثوه لعين مقل، وين كان
في ليكول تاع بن مسوس، مدرسة الأمن تاع بن مسوس، كانوا يبريفيو فيه ويعمر في الكارني دريابي الكارني دابيليتاسيون. محمد أنا الأمور نعرفها. داش أي دبلوماس يخرج أون بوست يعدي على بن مسوس اون جورني ديتود، تندار الكل دبلوماسيين اللي رايحين ل اون بوست يبريفيهم، يعلمهم كيفاش يخدموا الزفافه، كيفاش يبعثوا لي ميساج، واش لي مهمتهم، واش لي كذا. وفي هذه كانت غير كيما صرا الانقلاب اللي يتكلم عليه سي زيتون كل يوم، الانقلاب انقلاب 92، في هذيك المهمه تاعهم الترويج لصالح النظام. ما راحش ليبيا ضد النظام، راح ليبيا يخدم النظام. الوغ في الوقت اللي كان سي زيتوت في ليبيا قالوا دبلوماسي واش تخدم؟ يروج للنظام. وين كان بوقزوحه؟ كان في عين مقلج تحت السميشه تضرب به، كان يتعذب. نعم. بعد سي زيتوت كيفاش غادر النظام ومشى قال ولا معارض وين؟ في بريطانيا. سي زيتوت مشى في الطيارة مع مرته وولاده وهبط في بريطانيا ودار أفوكا واعتقد قال أنا كنت دبلومات وراني تخليت عن النظام. وبعد حكيوا علاش هاد الحكاية، وراح يفتح بولونجري باتيسري في قلب لندن، ما يخدمش الجزائريين، يخدم لي بنغال ولي باكستاني وكذا، منا الجزائري ما يخدمهمش، ما يعرفوش واش راهو يربح. سعد ابو قزوحة كيفاش دخل الحق لفرنسا؟ ما جاش في طيارة وحبط وحل كوباش وحل دار دراهم على العصابة، لا، ابو قزوحة جا حارق في بابور، زلف قال الكابين تاع الكوموندون بور تاع البابور، جا سابوني قال له شوف يا خويا انا راني حارق. طاح في ولد حلال سطرو وخبام الكونترول تاع لا دوان تاع لا بوليس، يدخل مام لي كابين تاع لي كابيتان دو بور وكذا. وصل لمارساي وخرجوا لي انه هذاك الكوموندون الكابيتان تاع الباخره يعطوا له سياره حطوها تحت على تمتو. دونك هبط به خرج بقزوحة من البور تاع مارساي. اي قالوا روح درك انطلق روحك. بقزوحة ما راحش حل بولونجري باتيسري، مشان قال لك انا نبقى نحارب النظام. صاب روحو ضحيه تاع اللي راهو اليوم مدير الاداره العامه تاع مسجد باريس، فخ ودار له فخ وهو كان يخدم في المخابرات. هذا سي محمد والنوغي اه، ودخلوا الحبس وضرب عامين حبس ايه. ويجي اليوم يستغلوا سي زيتوت ويدخلوا في خلاف اللي هو ما عنده لا نقل اجمل فيه ويستعملوا. لا انا هلالي نقول ستوب ستوب ستوب، انت كنت تخدم في النظام، كنت تروج النظام في 92 93 94 95 والراجل كان في عين مقل، انت جيت في الطيارة وحليت بولونجري باتيسري في لندن، انت جيت خدمت الجنسية البريطانية، راجل مازال له أباتريت ما عنده الجنسية، وجا مسكين عايش في روتريت، عنده روتريت تاع فرنسا كذا، عاش بباريس. استغل واحد اللي كان معارض في الجزائر وكي خرج من زال زاد عاد ودخل الحبس. حب تقول كلام اللي تبغي تقوله على امير ديزاد تقوله على لسانه، على هذه اللي قلت انا ستوب. دونك
وهنا الناس تعرف شكون العربي زيتوت. مش بتتكلم الى يومنا هذا. اليوم نقوله بعد الجينجل. من هو العربي زيتوت؟ الدبلوماسي السابق، اليوتيوبر الحالي اللي ما عنده حتى خدم حتى شيء من اللي دخل بريطانيا لليوم خدمته. ما حبش يقولها انه تاجر، عنده بولانجري باتيسيري في لندن. وفيصل القاسم تاع الجزيره زاد برح بها وقالها لما كتبت عليها انا حطيت خباز لندن، قال علي في صحيح قال لوي هذا خباز، ودخلت المخبزة تاعو وشريت عليه الخبز. فيصل القاسم تاع الجزيرة لما كان يجيبه في الاتجاه المعاكس. دونك لاني انا محب صراحة ما تجيش تقولي راني دبلوماسي سابق. 30 سنة هذه 30 سنة واش درت في 30 سنة تبقى دبلوماسي سابق؟ لا تاجر خباز شي عيب. كيفاش درت المخبازة؟ لأنك خدت مع العصابة ودي الدراهم مع العصابة. وسي العربي زيتوت أنا نتحداه يجيب لي واحد كتبه ضد النظام المكان في الجزائر، يجيب لي كلمة واحدة تصريح واحد داره ضد النظام لما كان في الجزائر ولما كان في ليبيا. يا سيدي كي كان اون بوست قلو جيب لي واش درت كونتويتي اون بوست. وعلاش غادر المنصب تاعو من ليبيا؟ نعطيك الرسمي على هذه الزيتوت عنده عقدة مني اللي يعرفني بلي نعرف كل شيء عليه. هي نعم. وحتى لما كنت نوجه له الدعوة باش تجي يتكلم في أمل تي في كان يرفض يجي إيخان لو كان يتفخخ، لأنه العربي زيتوت ما يحبش النقاش، يحب هو يهدر وانت تسمع ومبين يصلين عليه، ما عندوش لح. ألور السيد كما قلت في 92 لما المافيا خذت الحكم بعد ما طردوا الشادلي وكذا داروا الانقلاب، دونك كانوا محتاجين الرجال باش يروجوا للنظام خارج الحدود. ليبيا دولة جارة، كان القذافي كان ضد النظام القائم في الجزائر خاصة لما تم الانقلاب. دونك سي زيتوت يمشي باش يروج ويلمع صورة النظام. المفروض يا زيتوت كنت استقيل في 92 93 94، انا استقلت في 90 وكنت عسكري، كنت قادر يحولوني للمحكمة العسكرية، قادر يدوني المحكمة العسكرية. طب قال نخرج قيت عامين من 90 ل 16 اكتوبر 1992 وانا معلق ما نخدم ما يعيطولي يقول لا ما نخدمش انا طالب نخرج. خرجت منها رحت درت يوميه 11 شهر غلقوها لي وربع احكام بالسجن مع وقف توقف سيرسي كما نقولوا. هاي القوالي درت جريدة أخرى لو ليبر من مارس حتى 15 أوت 94 زادوا غلقوا هالي وأحكام بالسجن. درت يوم أسبوعية لو ليبر إبدو. أنا نجيب لك الدليل واش درت، نزوخ بها انا نزوخ ها واش درت. طيب باش تكون تقدر تقول لي انت واش درت، انا نقول لك ها واش درت. ها دونك ديسمبر 92 انا خرجت اكتوبر 92
دي 190 ديال الجريده بدات المشاكل. غلقوها لي نوفمبر 93، مارس 94 زدت يوميه لو ليبر، غلقوها لي اوت 94، نوفمبر 94 زدت جريده اخرى اسمها ليبدو، لا زادوا غلقوها لي بعد في عددها الاول. عشيت وما زال الشهادة يعني موجودين موجودين متهم بالمساس بالأمن العام أتنت على سيكوريتي ناسيونال أتروب دي لورد بيبليك على سيكوريتي بيبليك أتنت أو زانتيري سوبيريور دو لا ناسيون والمساس بالمصالح العليا للبلاد. هذا دوكري مضاه سي مزيان الشريف اللي كيشوفني في باريس يهرب يهرب يعود لك يرتعد. كان وزير الداخلية وغارد افي وكونترول جوديسيير وكثر خير جوج دانسليكسيون حاجي اللي دار لي كونترول جوديسيير لانه هو قالوا موندا ديبو وهو كان راجل وقف عينيك إلى لا في هذه الفترة سيزيتود كان في ليبيا يروج النظام مديني شنو على بال كي لحقوا ثلاث سنين تاعو كملوا 95 قالت له مرتو شوف كش ما يزيدوا لنا عام باش كان ندخلوا تخاف يقتلوك لأنه هو يسكن في باب جراح 2. بجراح 2 كانت شغل حاجة لوكس، كان بجراح 1 وبجراح 2، بجراح 2 كانت حاجة لوكس. سنشوف لما بداوش يديرنا السينيال شوفوا تراه قولوا لنا ولا الصوت والصورة مازالهم ملاح سنا باش دفا في نص الاخر يبداو يجبدوا ويدخلوا للخرين ذو باب تاعهم ذو باب الإلكتروني. صوت 10-10 تلبيا بارك الله فيكم على دونك نواصلوا تلبيا بون دونك قالوا مزيدوا لي عام بدي بيستون قالوا ما كاش عام زيادة عندك ثلاث سنين تدخل تقدم عامين ولا ثلاثة وتعاود ترجع من بعد. عيا حاول شاف مع المسؤول تاع الامن اللي هي شاف كذا دار والو ريان. واش يدير السيد؟ يوجد روحو دار دراهم يدي مرتو ولادو ويطلع لندن. يوصل ما تعذب ما تمرمد انا هبط لباريس ب 1500 فرنك فرنسي في مكتوب يعني ما با 100 يورو 1500 فرنك فرنسي حبط بهم ويكثر خير احبابي الرجال صبت عزيز مختاري اني غير حبط في ليل حبط في باريس في هذاك الوقت كان العام رحت عنده جست الناني في المطار تاع ليل باش ما نصرفش الدراهم في البيس وكذا ورحت قعدت عنده جوز ويكاند ومن بعد رجعت اللي رحت لباريس وحطيت الدوسي تاعي صبت ثاني الرجال يكثر خيره احمد الزاوي انا نقول لك ها وكيفاش وصلت لباريس وكيفاش طلبت اللجوء ومن بعد صبت راجل ما شاء الله وفي الطيب مات من شلاحه عاوني اكثر من ما يعاون الخو عاوني لاني من سوء حظي كي وصلت انا لفرنسا انا كنت نخدم كمراسل تاع لي كوتيديان دو باري كي مقفل الجرايد ومن بعد نحاولي لا كارت داكريتاسيون ديالي باسكو ما عندهمش كتابات تاعي في لي كوتيديان دو باري عندي كان محبس ديما غير معاهم. من بعد ميزت في باريس 6 شهور
رفضوني اللجوء لأن المخابرات الفرنسية حبوا يجندوني، قلت ما تلعبوش معايا اللعب هذاك، أنا ما جيتش طالب اللجوء كضابط سابق، أنا لا مانيش مريض بها، كل ما جاني ضابط سابق لا كصحفي جيت لأني جبت دي بيبي جوجمون تاع الأحكام بالسجن عليا بسبب كتاباتي ماشي بحاجة أخرى. زدت قعدت عام، درت الريكور قعدت عام وانا نضارب مع فلوس شديت. ومن بعد انا ولادي ما جبتهمش كيما سي زيتوت هكذا في الطياره، لا انا ولادي طردوهم من المطار تاع قسنطينه، قال نقولوا لباباكم يجي يديهم، وخرجوا على تونس 14 الصباح في وقت الارهاب، جابوهم من البواقي حتى لتونس هما هاربين. هاو كيفاش ما كاش مقارنة بيني وبين العربي زيتو، لا مجال المقارنة. دونك العربي زيتو كي هبط في بريطانيا محل بولونجري باتيسري وكسر يديه ورجليه، ها وقتاش ظهر يعارض 2009 ولا 2010 باش بدا يبان، ايه بدا يبان قبل ما كان والو. انا لما دخلت لفرنسا قعدت نكتب في دير شبيغل في ديفالت في بورس بلوس اللي كان تبع الكوتيديان دو باري، قنوات تلفزيه، وخرجت على مافيا دي جينيرو، درت كتاب كناش واش كان جديد كيش كانوا في يخدموا الزفافه في السفاره تاع ليبيا ود ناسي. درت بدرهم لا مافيا دي جينيرو، ما حليتش ريستوران ولا قهوه ولا بولونجري، لا درت مجله راسين دو ترماد وعاونني فيها اللي مسكين ماهو لا ام دافر لا والو، خدام حزام وفي الطيب، ودرنا مجله خرجوا منها واحد 10 اعداد 10 شهور، وحبست لانه فرنسا ما يخليش تخرج حاجه وحدك، لازم تكون تابع لان جروب دو بريس. دونك هنا كي عاود رجعت انايا في ظلين انا كتعني الشجاعه، رجعت كي رجعت واش اخت ما جيتي ميغري دير جريده، درت زوج جرايد وقعدت الناس كامل تشهد جريده المون جورنال كيفاش كانوا همت الحريه التعبير، قد كادو قد كادو. وانا في الجزائر وكي نعدي في المغارب يوم مازال وصحاب المغارب يشهدوا، كنت نفس الكلام اللي كنت نقوله كي كنت خارج الجزائر ما تبدلتش، ونفس الشيء في فرانس 24 والقنوات التلفزية الأخرى ما تبدلتش. ومام الله يرحمه فضيل الشريف علي فضيل في أفريل لما عمل بوتفليقة الخطاب تاعو علم فيها الإصلاحات، عادي في فرنسا 24 طرطقت بوتفليقة وزدت جوست موراها أنا خرجت منها عيطوا لي الجزيرة نفس الشيء. الصباح تلقى علي فضيل قال انت داخل، قلت له راني داخل، قال له تهدر، قلت له بيان سور ما تخش هنا محبط السلاح تاعي الاولى الثانيه بل ما ندخل. دخلت 1 نوفمبر 2011 28 اكتوبر، هو 26 اكتوبر تحكم نزار في سويسرا، 28 اكتوبر كنت في سويسرا واستناني رشيد مسلي في مطار جنيف، ورحت قدونا مش نشهد ضد النصار. البرمي نوفمبر جيت داخل وانا شاكي وانا طرف الدعوة اللي ترفع ضد النصار. انكي الور سيخونا انا ما دلت لبولانجي لول وزت، انا ما بدلش جنسيتي، جي با ديتا دو ان بي دو رشانج. انا لما نجي نتكلم مع الجزائر انا عندي نفس المعاناة مع الجزائري لو عايش فيها، اي نعم. ولادي كيف كيف، ولادي ديما مهددين باش ما يديرولهمش يجدولهم جواز السفر مرتين تسالنا،
نجد الناس واجد السفر والذي دخلوا قصر ودي مينا ثم أنا واحد يأخذ الجنسية الفرنسية كاش قاد جزائري ودرك ولادي يلوموني لأنهم ساكن جاب جاز السفر باش تخلص في 2025 يقول لي بابا كيفاش قالت له ماشي مشكل نشكيو بهم ويمدوا الجوازات بالسيف عليهم كما كانوا مدوهم من قبل نشكيو بهم هذا ما عندهمش باش يجردونا من الجنسيه الجزائريه نعم ولد ولا عنده الحق تجرد مواطنها من جنسيته نديو الدرع نبقى ننتقد فيهم ونفضح فيهم دونك لو المسار تاع السي العربي لو المسار تاعي مش ما عنده يجبد اتفضل اتفضل انا يولد زدت كلمه عليه يقول لي لا راك تكذب ما كاش منها لا بولونجيري باتيسري هذه وما كاش منها انا رحت في 92 93 94 95 ليبيا وما كاش منها باللي خلصت الموضة تاعي تاع 3 سنين واللي ذاك الوقت رجعت رحت لبريطانيا بالرسمي وحكايه بن حليمه ومحمد عبد الله هو اللي غربيهم هو ومجموعة اللي معاه في باريس بعد ظهر وخدامين عند المخابرات في المجموعة هذه منهم هذاك بخطوبة ولا بخطوبة نافع عليه هذاك منهم هاو رجع لها ودعدي وكذا ظهروا كلهم تاع مخابرات ما يشتهم في زيتوة مخابرات لا ولكن يخدم عمل يصلح المخابرات ويصلح النظام واللي داره ضد أمير دزاد النظام ما قدرش يديره العصابة الحاكمة ما قدرتش تدير واش دار زيتوة في أمير دزاد نعم غلق له القناة ويهدد فيه ويديله يستفز فيه ويبتز فيه وعلاش قول لنا بك وعلاش لما نروح يعني البوز السردي هذيك اللي يربح فيها لانه شوفوا واش يقولوا عليه الناس نوريكم البارح يتكلم عن النرجسية وما كانش واحد نرجسي قدو نخرجوها طيطاي شوفوا نجوز لكم فيديو وشوفوا التعليق تاع الناس واش يقبلوا ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثة تعليق مور بعضها تجري يقولوا واحد ولا زوج داروها ولا أربعة ولا خمسة شوفوا تعليق اتفضل شوفوا هذه هذه البارح على الإنسان وعلى المجموعات وعلى الأسر وعلى حبسوا هنا شوفوا شوفوا واش راهم يكتبوا الناس شوفوا واش راهم يكتبوا الناس هم الاشخاص النرجسيون ترى يقولوا اكبر خاطر من الاشخاص النرجسيون هو اكبر نرجسي سيد حسب روحه زعيم شوفوا شوفوا واش يكتبوا الناس سراق سرق قناه الراجل رد له القناه هو من هؤلاء شوف يعني هايدي زيد شوف زيدوا شوفوا يا ناس واش ربح كي دار هكذا واش ربح واش ربح هاي واش ربح يا السراقين يخدم قناة ماشي تاعو لا سراقين سراقين ردوا القناة سراقين رجعوا القناة وشوفوا الاسماء يا ناس شوفوا الاسماء ومور بعضهم مور بعضهم شوفوا الاسماء تاع الناس اللي يعني ما تقولش باللي راهو واحد اللي دار على رأس زين وعلى حرم ها شوف ها شوف شوف الأسماء تاع اللي يعرف النرجسيون شوف الأسماء تاع الناس اللي تعلق شوف ماشي واحد ولا زوج ولا تقول واحد راهو دار بزاف أسماء نو شوفوا ما عندوش الوقت هذا باش يدير كل هذا يجبد ديريك بشكل لا تتصور شوف فهذه الإشكالية الكبرى إضافة طبعا شوف شوف شوف
لعداءه الشديد للإسلام والمسلمين ومهاجم وتكلم عن الإسلام والمسلمين هاي ليك شوفوا وش رامي يقولوا للناس شوفوا وش رامي يقولوا ما كانش واحد قاعد يعلق على الموضوع اللي يتكلم عليه اللي هو تعترام أرجعوا القناة السراقين يا إخوان سينياريو ذباب رجعوا القناة رجعوا القناة تاع اليوتيوب يا سراقين سراقين رجعوا القناة السيد سي العربي سراق القناة رجعوا القناة شوف شوف الله يحفظنا ويسترنا من هذه البهدايل على جرس جدوره على جرس جدوره يقع عندك بونوس اللي باتيس اللي ما كفاتكش شوفوا شعلها ومزال يعني لو كان نكمل الإسلام والمسلمين ومهاجمته للمستضعفين في مهاجمته لللاتينوس مهاجمته لأشياء كثيرة جدا تعاملوا مع النساء تصرفاته مع النساء فهذه أنا اللي نقدمها أما رأي في من ينتخب في الحقيقة هذا وهذا راه هو وخاته كان يبلوكيه وصحابه وكذا يبلوكيه في الناس ما قدروش شو شحال عدات معليش يبهدل نروح على جرز السردي إلى هالدرجة هو ديجا على درك نجو اسكو محمد زيتوت معارف ويفرح كي يقول انا مانيش معارف زيتوت يفرح يقول او هشام عبود يقول ماش معارف ايه انا مانيش معارف انا صحافي مهمة الصحافي اني في الحقل ديالي نمد الاخبار والمعلومات اللي ما تجداش في صحافة دوره لاني حتى لما كانت عندي صحف وجرائد نمد الاخبار ما يمدوهاش الاخرين هذا هو دوري كصحفي على هذه يوميا سيبني على اليوتيوب بمواضيع مختلفه مواضيع مختلفه لاني نقوم بمهمه مهمتي كاعلان كصحفي المعارض واش قلتها ونعاودها وروح شوف لا ديفينيسيون دو لوبوزون بوليتيك واشني المعارض هو المعارض السياسي من ينتمي الى حزب او حركه سياسيه له برنامج سياسي يعرضه كبديل لبرنامج النظام القائم ويسعى الى الاطاحه بالنظام القائم ليحل محله ويطبق برنامجه هاونيك المعارض سي اسكو هذه تنطبق على العربي زيتوت اسكو العربي زيتوت عنده حزب ما عندوش ينتمي لحركة رشاد درك نجو حركة رشاد حركة رشاد تأسست في 2008 قبل ما تأسس في شهر جويلية 2008 أنا كنت مرض بعرقلاسة بالسياتي كانت عندي انفلاماسيون كبيرة ما درت عملية داير كنت في مستشفى في باريس في لوبيتال بريفي دو فالديير جاو طلعوا عليا راشد مسلي عبد الوهاب بوقزوحة جيون قيدوم نقول قيدوم ويكون البروفيسور قيدوم اللي كان وزيره كامل و يا ربي راح اسمه اخونا الله راح لي اسمه المهم هو عضو من المؤسسين تاع حركه رشاد جاب طلعوا عليا في السبيطار وعرضوا عليا الموضوع قال لي لا تحب تدخل معنا باش ندير نأسسوا حركه رشاد انا لا اؤمن بالأحزاب أحزاب المعارضة في الخارج وعلاش؟ لأن إذا أنا راني في الخارج وباش نعارض النظام باش نخدم مع الشعب الشعب اللي راح نطلب منه يخرج للشارع كيفاش نطلب من الشعب يخرج للشارع وأنا في باريس نضرب في البريوش ما تصحش أنا نشوف العمل في الخارج هو أنه الناس تخدم في الداخل نسقوا معهم ونحميهم من الخارج ضد بوتش وطغيان واستبداد النظام كيش نحميهم إذا كش ما يحصل لهم احنا الرئيس المنظمة الدولية
نراسلوا الدول العظمى، نراسلوا كذا، نتصلوا بالإعلام، نروجوا، نديروا هذا، وهذه التغطية، نديروا الحس على النظام باش نستخدم في الخارج، في الداخل نستخدم. أنا هذه وش النظر تاعي؟ احترموها الإخوان. يعني دكتور احنا عندنا نظرات تاعنا، الله يبارك فارغنا. سمعت من بعد انهم اسسوا حركة راشد، المؤسسين تاع الحركة كان مراد هنا إنسان يعني ثقف، و يعني دكتور في الإنرجي أتوميك، كنت درت مع حوارين إلى ثلاثة في قناة أمل تي في، سمعت وشاف تكلمنا وحكى واش عنده هاد كان المراد هنا كان ثاني رشيد مسلي، يا ربي راح لي اسمه الناشطين، يعني سيبوا اسمه هنا ايه عباس عروة، عباس عروة، دكتور عباس عروة، ثاني يعني مستوى عالي يعني تعال. دونك عروة مراد هنا وراشد مصري، وزوج الاخرين شكون؟ العربي زيتوت ما اعترضتش عليه لما تلاقيت مع سمعت الاخر، ما اعترضتش عليه انا تلاقينا كانوا كان عباس عروة كان تزوج في هذيك وعرضني العرس تاعو في جنير، ومشيت وليت لقيت مع الخوان حكينا وقالوا لي ها واش كذا واش كذا. هنا عباس عروة العربي زيتوت كان دبلوماسي وكذا، ومن بعد قال ما عليه ماشي مشكل. اللي اعترف ثاني هو محمد السمراوي، لا ما يصحش، محمد السمراوي سين تورسيونير كان يعذب الناس في شاطونوف، كان هو مسؤول على الخزنة تاع شاطونوف تاع التعذيب، كيفاش جيبوه معاكم؟ لا وكذا ومنا ما عندناش. بو رشيد فهمني قال لي صح عندك المحتم بعد، ولا جبد روحه وحده السمراوي، جبد روحه منهم سيزيطو، جبد روحه وقتاش باش ما يمدش الدراهم تاع اليوتيوب، لانه من المفروض ما دام كنت عضو قيادي في حركه راشد تمون الحركه، الدراهم اللي تربحها في اليوتيوب حتى اللي تسرقهم الامير ديزاد مدهم الحركه ذاك الوقت، والله امير ديزاد قول له يا خويا ما عليه عاون الحركه ما عليه، وبالشبه ما يقولش لا. اما تنسحب من حركه راشد وقال ما بقيتش عضو قيادي معارض، واش المعارضة؟ أنا في المعارض هو اللي يعني برنامج تاعو واش راهو يدير باش يوصل للحكم باش ينحي، ما كان حتى شيء، ما قام بحتى عمل، بالعكس المعارض يوحد الصفوف، يوحد ما بين الناس، هذا هو المعارض، ما يجيش يشتت الصفوف. انت وهذه العهدة عراوية امير ديزاد اللي عاود هذه باش لما كان امير ديزاد في تحت الرقابة القضائية في باريس كي داروا طالب الترحيل تاعو، العربي زيتوت حرش
جماعة متاعه قال لهم وروحوا رفعوا به دعوة بتهمة القذف اشكيوا به. وهذا كيش الراجل راهو مطارد من طرف النظام وانت تحرش تقول لهم روحوا اشكيوا به. كما درت واحد القرد هذيك القردة تاع باريس اسياق تشوت هاو نسميها اليوم هذا عادة بيتون اسمها القردة. القردة دي ما تعرفني ما نعرفها نصيبها في الفيسبوك طيح عليا ايه غير الخير وقتاش كنت انت معارضه ومنين كنت ومنين خرجتي باش تجي انت كلمي عليا ايه شي ما كالكوليكش وما نشرفكش حتى باش نرد عليك منين كنت مقرده تاع باريس هذه وهي اللي جرت على بن حليمه يعني طبعا مع اخو زيتوت وزيتوت يحرك جرت على بن حليمة وجرت على محمد عبد الله يجروا عليه. وعلاش ما رحلوش سي زيتوت لإسبانيا يشوفوا وعلاش ما قلبش روح ها قال لك أنا مطاردني لا أنت بريطاني عندك جواز بريطاني تقدر تتحرك تقدر تمشي دير له أفوكا ودير له ليزم وينو لأنه كما ذا به رحلوه أنا هكذا نفسرها كما كان ماذا بيها رحلوا أمير ديزاد باش يديروا القناة هاي ليك من وصلت للأسف الناس يقول لك المعارضة يكون في بعضها لا ما كاش معارضة يكون في بعضها زيتوت ما هوش معارض زيتوت بزناسي يبزنس بمآسي الشعب الجزائري هنقولها ونعاودها واللي يقدر يثبت لي العكس يجي سينو كيفاش تفسر لي ياخذ قناه تاع راجل اللي مضحي داير كذا راسه مطلوب راسه مطلوب سمعت قول عليه واش حبيت اتكلم على مستوى ثقافي مستوى دراسي قول واش بغيت المهم الصيد هذا عنده تاثير على شريحه معينه من المجتمع الجزائري اللي زيتوت حياته كان ما يقدرش ياثر عليها كيف هذا واحد يلزم يعترف به من معارض بزنس انت خاوتك وكذا منا هذه هي المعارضه زي حال بولونجري باتيسري في لندن درت كتاب دار كتاب ويفرح فيه النظام ويحكي لنا كيف كانت الحاله في وزاره الخارجيه وكيفاش كانوا الناس يمشيو اون بوست يبزنسوا بلي بوست سمعت واشكو هو كان بزنس ثاني اشكو خلص على البوست هذاك ولا ما خلص لانه انا عارفهم اللي كانوا هكذا يديروا في وزاره الخارجيه في التسعينيات كانوا يخلصوا لي بوست كل واحد يلزم له حبل شد فيه يخلصوا سواء اللي يخدموا في وزاره الدفاع اللي يمشي اون بوست للخارج او تاع وزاره الخارجيه او كمان البوليسيه كانوا يبعثوهم دي فوا هكذا اون بوست مات وكما درك هذا مديرة الأمن الخارجي كلهم ولاد لي بيستوني اللي يروحوا اون بوست ولاد فلان وفلان يروحوا اون بوست على الترونجي هكذا دايرين دونك يحكي لنا ما دارش كتاب ما دارش دارش لما للعائلات تاع اللي مسجونين تاع اللي قتلوا لهم ولادهم تاع اللي كذا ما كاش انا نعرف واحد وما يهدرش وعمره ما خرج وقال كلمه ولا كذا داير شهريه كذا عائله من اللي خطفوا لهم اولادهم ورجالهم اي نعم وما يهدرش بستر ليش منذ مده هو دايرها ما يهدرش نعرف وراجل فحل ما تذكرش اسمه لأن الراجل ما يحبش يذكر اسمه ماشي خوف من كذا ولكن يقول لك الصدقة ما يزمش ليد اليمنى تشوف واش مدت ليد اليسرى هاك هذا ويعرفوا منيح جماعة رشاد وجماعة الأحرار حاجة قليلة يعرفوا وما نظنش زيتوت يعرف ماهوش ما دونك فوالا ماشي تقول المعارضه راهم ياكلوا في بعضهم اها كاين الناس يبزنسوا
المعارضة نقول لك اللي راه في حزب سياسي وعنده برنامج ويسعى إلى الاتحاد بالنظام القائم باش يجي في بلاصتو، هذا هو المعارض. خلاف راهي قاعد بارازيتي في لاسين بوليتيك والسلام، سان بارازيت اللي يدير هكذا كيما سيزيتو، سان بارازيت. نقولها ونعاود، واش انت كل يوم جاي قاعد عند اليوتيوب وتكس على الاخر ونشرب في الزنجبيل ومورايا مكتبة وكذا؟ ايه باش كدير الدراهم وما كفاكش دير في اليوتيوب، تزيد تدي الامير بوخرس. ايه هذا هو لذلك مانيش ندافع على امير بوخرس، نفهمه ندافع على الحق. قسما بالله العلي العظيم لو كان امير كان عنده جرام هكذا ما عندوش الحق في هذيك لاشان، ولا قال داروها مع بعض لا داروا هكذا تمام قل له بيك بهم. ولكن لما وانا متأكد من الكلام هذا وهذا صح، كان الراجل ما عندوش الحق يفتح حساب بنكي، ما يقدرش، وباش يدخل دراهم من اليوتيوب ما يقدرش. دونك دار ثقة فيها زيتون، خان الثقة تاعو، ما عليه الا يخرج يقول لنا وعلاش راهو دالوا القناة. ماشي خوه هو، نقول لك هو يسبق الزحى وعنده شعام. واش يعني تسمى كان مبيتها، كان مبيتها عملت هذاك. صح تقول لي امير زيد راه يبتز ويدي في دراهم رجال الاعمال اللي راك تكلم عليهم، نقول لك اوكي شكون هذو اللي دارهم؟ دار ربراب، دار التحكوت، دار كذا. ايه يا وليد الشعب دام نعدو ما مدولو، وما مدولو، وما مدولو، هاو علاش ما هاو قداو جارك الجر تاع لندن يبتز دال الملاير وشرا ما شرا في الجزائر وشرا ما شرا في اسبانيا، وعلاش تكلمش عليه؟ هاو عبد الصمار وعلاش تكلمش عليه؟ يدي في الدراهم يبتز الاخر على الاقل، حتى إذا الدراهم من عنده جاو مدولو باش ما يفضحهم. مش هذه الحكاية، إذا دا أم وما هوش يخدم في النظام كما الجر تاع لندن ولا عبدو السمار. إيه عملي الناس راهم يبتزوا تا راجل دار فيك ثقة تنحيلو القناة تاعو تغلقها له. نحبس هنا ونستناو الرد تاع سي زيتون كش ما عنده عليا يجبد. انا هذا انا بيضكي الحليب، سمعت نقول لك لا عندك عليا اجبد اجبد. هيا 11 جنرال هي هيا ما صابوش كر، انا كي نضرب نضرب الفوق، سمعت كون ضربت لك جنرالات توفيق الهامل كامل اللي عندهم ملفات، وخليهم هذو جبار والعرايا هذو اللي كانوا وكان صابوا كان جبدوا عليها جرام ماني من لما في دي جنيرو نغلق فمي وما انت تشرعش نكتب لما في دي جنيرو ايه نعريتهم واحد واحد عياو ما صابوش. وهو ما زالوا محمد سيفاوي اللي ما عندي ما حتى علاقة صحبة ما زالوا حي، مالي تليفونه هو النزار قدامي قالوا واش تمنا، قالوا يطلعنا عند التوفيق قلنا له كش ما عندك عليه، قال ما عنديش، قلنا شوفوا معلك حال رحنا لك حال قلنا ما عنديش، مبتشين قلنا ما عنديش، يعني لي باترون دي سيريز رونسينيومون كش ما عندكم عليه، ريح في الشباك وخيك بيضقي الحليب. فوالا انا متاسف اني تكلمت هذا الكلام وفضحت زيتوت، لانه هو بغاها، هو بغاها تسرق قناه تاع واحد ماشي ياكل بها الخبز برك، يخلص بها لي زافوكا تاعو، لانه راه عنده شحال من العربي راه يسالوه حتى سيدي ربي يزيد له. لا
بيزيد وعلاش تسرقوا وزيد تقول قاعدة تخدم في النظام. شوف زيتو تخدم النظام ضد أمير ديسات، خدم النظام ضدي لما يقولهم محدث ديال تاع هشام راهي ماهيش تاع المخابرات، راهي تصفيه حسابات بيني وبين لطفي نزار، راني نعاودك ونجيب لك 7200 صفحه راه ما عندي تاع لونكيت. وكان تصيب مره واحده اسم لطفي نزار نحبس كلش، نحبس كلش ونقول لك واحد نعم باش نوري لك دافع على المخابره. نقول لهم لا راهي ماهيش قضيه تاع لا 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 لا. خمسة من الناس لا لا أنور مالك خاطي وأمير ديزات خاطي أوي وفرحت مني خاطي أنا خرطها من رأسي هاي خرطها ودافع تاع النظام دافع المخابرات قولها ما مش عبغين يقتلوا وراح ما مهيش معبود أو عنده غرض اللي قبلي كان خمسة أخرين أوي